بسم الله الرحمن الرحيم النهارده ان شاء الله هنبدا نحل امتحانات سبيس از ان اكزامبل اوف sedimentary روكس يعني ايه من الامثله على الصخور الرسوبيه طبعا قلنا الساند ستون قلنا ان الساند ستون ستون من الاكزامبل على السيدمنتري روكس صوديوم هيدروكسيد مولكيول از كونسيدرد از طبعا قلنا ابيز uh, قلنا uh, اي هيدروكسيد uh, بيبقى اخره طبعا النيجاتيف هيدروكسايد آيون طبعا بيبقى بيز. Uh, all non-metals don't conduct electricity except ما عدا الجرافيت او الجرافايت. Uh, وقلنا طبعا ان الجرافايت ده is a form of carbon هو صوره من صور الكربون. Uh, there is a triple covalent bond in طبعا نيتروجين في رابطه تساهميه ثلاثيه في النيتروجين. Uh, put true or false, the Earth's inner core is rich in iron and nickel. Oh, top and true. Uh, water covers about 50% of the Earth's surface. Top and false. Um, water covers the cam. The water covers uh, 71%. زي ما خدنا قبل كده. يبقى نصحح 15 خليها 71%. Uh, mechanical waves need a medium to transfer uh, through. الموجات الميكانيكية بتحتاج وسط لكي تنتشر فيه. Oh, top and true. Uh, valency of an element which has atomic number equals 20 is uh, trivalent uh, التكافؤ بتاع uh, عنصر uh, العدد الذري بتاعه 20 هيبقى trivalent قلنا طبعا uh, نوزع الاول ال 20 هنلاقيها طبعا 2 8 8 2 أولا ده كده هيبقى ميتال ولما هيجي طبعا داخل فيه تفاعل كيميائي لوزز 2 إلكترون and change into positive ion يبقى لما هو loses two electrons هيبقى trivalent طبعا فولس، أمال هيبقى إيه؟ هيبقى divalent uh, what happens when approaching a wet rod with concentrated hydrochloric acid to ammonia gas? We write the equation. يعني ماذا يحدث عند تقريب uh, طبعا uh, صاق ساق مبللة بحمض الهيدروكلوريك المركز للأمونيا uh, ال, جاز uh, طبعا قلنا uh, a white cloud uh, of uh, ammonium chloride is formed. سؤال طبعا سهل جدا A white cloud of ammonium chloride اللي هي طبعا uh, NH4Cl is formed وطبعا رايت ذا ايكويشن عارفين الايكويشن طبعا ان اتش 3 بلس HCl اتش سي ال والسهم طبعا قلنا عليه concentrated لان طبعا الحمض ده مركز يبقى هيدينا NH4Cl. ماتشنج الاسيدز طبعا قلنا change the color of litmus paper into red يبقى 1 مع دي. Uh, inertia طبعا from forces that originate due to motion من القوة اللي بتنشأ نتيجة الحركة يبقى 2 مع C. ماربل طبعا قلنا is فروم metamorphic روكس طبعا من الصخور المتحوله يبقى 3 مع ايه الكترو طبعا قلنا يوزنج او يوزد ان making الكتريك بيلز بيستخدم في تصنيع الجرس الكهربي سبيس اند سبيس ار انسوليبل سالتس ان واتر من الاملاح اللي لا تذوب في الماء طبعا قلنا السيلفر كلورايد هنكتب بقى هنا السيمبل على طول اي جي سي ال سيلفر كلورايد وقلنا ليد uh, ايودايد برضو هنكتب برضو السيمبل بتاعه على طول بي بي اي 2 وقلنا برضو الليد سلفيت اللي السيمبل بتاعه بي بي اس او 4 كل دول انسوليبل سالتس ان واتر Uh, the passengers are rushed uh, space uh, when the car stopped suddenly. لما العربية هتتوقف uh, فجأة، طبعاً passengers uh, الركاب are uh, rushed forward. هيندفعوا طبعاً إلى الأمام. Uh, by the effect of طبعاً inertia force بتأثير قوة الكسور الزات. Uh, comets are consists of طبعاً uh, head and tail. ده طبعاً سؤال سهل جداً. Uh, the elements of A are solid. طبعا قلنا ال elements of metals. الميثلز كلهم بيبقوا solid. إكسبت طبعا uh, mercury. بتاعتهم مكتوبة مشوية. which is a liquid ودي طبعا واخدينها من الترم الأولاني. Uh, give a reason for the valency of noble gases is zero. التكافؤ بتاع الغازات النبيلة بيبقى zero. طبعا قلنا because the outermost energy level is completely filled with electrons. يبقى because there. اوتر موست انرجي ليفل is completely filled with electrons طبعا لان مستوى الطاقه الاخير بيبقى مكتمل بالالكترونات so they don't lose gain or even share with any electrons طبعا during the chemical reaction عشان كده طبعا هم لا بيفقدوا ولا بيكتسبوا ولا بيشاركوا بالكترونات اثناء التفاعل الكيميائي Uh, correct طبعا the underlined words uh, the salts dissolve in water producing negative hydroxide ion. لا لسه حلينها في uh, اول الامتحان لما قلنا ان البيزز هما اللي dissolve in water producing negative hydroxide ion يبقى نصحح salt ونخليها بيزز uh, due to friction in machines, light energy is produced نتيجة قوى الاحتكاك اللي داخل الماكينات. بتتولد او بتنتج طاقة ضوئية طبعا قلنا لا heat energy طاقة حرارية the earth occupies the fifth order according to the distance from the sun طبعا لا the third order واخدنا من سنة رابعة ان الترتيب بتاع الكواكب mercury فينوس earth مارس وهكذا يبقى كده earth هي ترتيبها التالت على حسب البعد من الشمس. The mantle is the solid layer of earth Uh, rich in iron and nickel طبعا لأ قلنا ده الانر inner core اللب الداخلي. Uh, choose the odd words out then write the scientific term of other motion of moon motion of pendulum train motion fan motion طبعا هنخرج train motion ليه؟ لأن الباقي دول كلهم بقى uh, تبع ال periodic motion الحركة الدورية. آه كلورين بوتاسيوم كبر صوديوم طبعا هنخرج كلورين ليه لان الباقي دول كلهم كده ميتالز ما عدا طبعا الكلورين ده نون ميتالز يبقى الباقي ميتالز لايت ويفز ساوند ويفز مايكرو ويفز راديو ويفز او راديو ويفز طبعا هنخرج ساوند ويفز ليه لان الساوند دي ميكانيكال والباقي بقى كلهم الكترو ماجنتك ويفز الكترو ويفز Uh, atmosphere, Hydrosphere, The Gravity, Pollution. اه oh, يبقى هنخرج طبعا pollution ليه؟ لان الباقي دول قلنا characteristics uh, of the Earth that uh, help in continuity او that are necessary for the continuity of uh, the life on the Earth's uh, surface. يبقى الباقي characteristics uh, of the Earth. طبعا ذات نسيسري فور ذا كونتينيوتي اوف لايف اون ايرث هي من الخصائص بتاعت كوكب الارض اللي ضروريه لاستمراريه الحياه طبعا على سطح الارض write the chemical formula of aluminum hydroxide تمام احنا قلنا بنكتب هنا كده الالومنيوم وهنا الهيدروكسيد زي ما مكتوبه كده نكتب تحت الالومنيوم السمبول بتاعها ال وتحت تحت الهيدروكسيد السمبول بتاعها او OH. اتش ونكتب تحت الالومنيوم الفالنس بتاعها طبعا عارفين ان الالومنيوم تراي فيلنت والهيدروكسيد جروب دي مونوفالنت 1 بقى كده طبعا نعمل اكس تشينج فبالتالي طبعا هيكتب ال او اتش باي 3 rewrite the following equations and complete it يعني قاعد كتابة المعادلات التالية بعد طبعا تكملتها 2mg plus O2 هيدينا 2mgO NH3 plus HCl هيدينا NH4Cl C plus O2 طبعا هيدينا CO2 H2 plus Cl2 هيدينا 2HCl Uh, write the scientific term uh, force responsible for steadfastness of the hydrosphere position on Earth's crust. قوة مسؤولة عن ثبات الهيدروسفير الغلاف المائي على كوكب الأرض طبعا قلنا دي الجرافيتي أو الجرافيتيشنال فورس. An effect attempts to change the object state from being static to motion or vice uh, versa. آه مؤثر بيحاول تغيير حاله الجسم من السكون الى الحركه او العكس طبعا قلنا دي فورس الديفينيشن بتاع الفورس اللي هي القوه. آه ا type of chemical bonds with which produce or نوع من الروابط الكيميائيه ممكن ينتج عنها elements آه جزيئات طبعا آه عناصر او compounds مولكيولز طبعا او جزيئات مركبات طبعا قلنا دي الكوفيلانت. ليه؟ لأن الـ ionic produce compounds molecules only بتنتج جزيئات مركبات فقط. An atom of a metallic element that lost an electron or more during chemical reaction يعني ذرة عنصر فلزي فقدت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. طبعا قلنا ده اللي هو البوزيتيف ايون Uh, what is the importance of hydrosphere on earth؟ طبعاً هو هنا بيقول one point only طبعاً سهلة جداً جداً هنقول water is important uh, for the life of all living organisms اللي هم طبعاً plants animals Uh, humans الميه طبعا uh, ضرورية لحياة جميع الكائنات الحية طبعا النباتات والحيوانات والإنسان. Uh, complete the following sentences uh, the atom of metallic element uh, طبعا loses أو uh, loses electrons during chemical reaction and change to طبعا positive ion. Uh, the uh, granite uh, rock consists of طبعا قلنا uh, quartz دي كيو وطبعا مايكا وفيلد سبور uh, space and space are from the accompanied forces to motion من القوى المصاحبة للحركة uh, طبعا قلنا ال inertia force قوة الكسور الذاتي والفريكشن فورس قوة الاحتكاك Uh, igneous rocks are divided according to the place of their formation الصخور الناريه طبعا بتنقسم على حسب مكان تكونها قلنا انتو بلوتونيك rocks اللي هو uh, صخر جوفي وطبعا فولكانيك او سيرفاس فولكانيك rocks اور سيرفاس uh, rocks Uh, the atmosphere contains ozone layer, آه uh, تمام, which protect the living organisms from harmful rays, يبقى طبعا 1 معاها C. Uh, from the metallic element من العناصر الفلزيه طبعا uh, Mg12, يبقى 2 معاها D.

مع اكسجين قلنا دي لازم تتكتب او2 طبعا قلنا السهم بنعمل عليه هيت آه هيدينا ام جي او طبعا عشان نوزنها بقى لازم نحط هنا 2 قدام وهنا طبعا قدام الام جي 2 تمام اكوردنج تو لو اوف كونسرفيشن اوف ماتر ماشي آه احنا طبعا آه هنعملها كده بسرعه الام جي ده احنا عارفين ان الماس نمبر بتاعته آه 24 يبقى 2 تايمز 24 بلس الاكسجين ده طبعا 16 الماس نمبر بتاعته تايمز 2 لان عندنا اتنين اكسجين وطبعا هيدينا 2 إم جي ده 24 زي ما قلنا بلس الاكسجين 16 يبقى كده طبعا 2 تايمز 24 هيبقى 48 بلس 2 تايمز 16 32 طبعا هيدينا 2 24 بلس 16 40 طبعاً الـ uh, reactants بقى uh, الـ, sum, الـ sum of uh, reactant masses هيبقى 48 بلس uh, 32 هيبقى 80 وطبعاً الـ sum of uh, product masses هيبقى 2 times 40 هيبقى 80 uh, يبقى كده the sum of uh, reactant masses equal to the sum of uh, product masses وبالتالي يبقى احنا كده برضو اتشيف ذا لو اوف كونسرفيشن اوف ماتر حققنا قانون بقاء الماده واتشيف ذا لو اوف كونسرفيشن اوف ماس حققنا برضو قانون بقاء الكتله Write the scientific term breaking the chemical bonds in reactants and forming new bonds in products. كسر الروابط الكيميائية في المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في المواد الناتجة. طبعاً قلنا ده الكيميكال رياكشن التفاعل الكيميائي. فورس uh, inside living systems that enable to do uh, المفروض دي to do their different uh, operations. قوة uh, داخل الكائنات الحية أو الأنظمة الحية اللي بتساعدهم إن هم يعملوا العمليات الحيوية بتاعتهم المختلفة طبعاً قلنا دي اسمها biological forces. Uh, the magma وين it reaches the earth's surface المجمة طبعاً لما بتوصل لسطح الأرض بتبقى lava. Uh, rocks originated as a result of exposing the old rocks صخور uh, بتنشأ كنتيجة لتعرض الصخور القديمة سواء كانت igneous or sedimentary to factors of pressure and high temperature طبعا لعوامل الضغط والحرارة العالية طبعا قلنا دي الميتامورفيك rocks اللي هي الصخور المتحولة. كومبليت ذا فولوينج تيبل الصوديوم طبعا الايون تايب هيبقى بوزيتيف ايون لان هو طبعا لوزز 1 الكترون ديورنج ذا كيميكال رياكشن الكلورين بقى طبعا لو جينا وزعناه هيبقى 287 وهو طبعا جين 1 فالايون تايب هيبقى نيجاتيف ايون هنا بقى المولوكيول اور كومباوند ان اي سي ال طبعا ده صوديوم كلورايد البوند تايب طبعا قلنا دي هيبقى ايونيك بوند uh, رابطه ايونيه والأوتو ده طبعا كوفيلنت بوند رابطة تساهمية give a reason for lubricating and oiling mechanical machines يعني تشحيم وتزييد الألات الميكانيكية طبعا قلنا to reduce the friction force between the internal moving spare parts to prevent their erosion طبعا قلنا عشان نقلل من قوة الاحتكاك اللي ما بين قطع الغيار والأجزاء الداخلية بتاعت الماشين طبعا to prevent their erosion عشان طبعا نمنع تأكل بوترو اور فولس ذا اوكسايدز ريزلت فروم كومباينيشن اوكسجين وذ ميتاليك اليمنت اونلي الاكاسيد بتنشا من اتحاد الاكسجين مع العناصر الفلزيه فقط قلنا طبعا فولس مع الميتاليك اليمنتس اند يبقى كده المفروض نصحح اونلي وميتاليك اليمنتس اند نون ميتاليك اليمنتس Uh, the oxygen percentage in the air represents 78% uh, from air volume طبعا فولس احنا واخدينها من سنة uh, ستة ان نسبة الاكسجين uh, 21% أمال مين اللي 78% ده كان النيتروجين يبقى احنا برضو ممكن نصحح اكسجين ونخليها نيتروجين او نصحح 78 ونخليها 21% uh, The safety belts prevent inertia force from being injured ذا كار باسنجرز وين سادن ان موشن اوكور أحزمة الأمان طبعا uh, بتمنع الفورس اوف انيرشيا قوة الكسور الذاتي وبالتالي طبعا بتمنع الركاب من إن هم طبعا ينصابوا uh, لما يحصل uh, تغير مفاجئ في uh, حركة العربية طبعا قلنا ترو Uh, the uh, acids uh, change the litmus paper into red uh, color and bases change uh, into blue color اه uh, طبعا قلنا ان الاسيدز بيغير لون الليتماس بيبر uh, للريد والبيزز بيغيرها للبلو طبعا يبقى دي برضو ترو uh, correct the underlined words uh, from non metallic elements that is good conductor of electricity is oxygen من العناصر اللافلزية اللي جيد التوصيل للكهرباء هو الأكسجين؟ لا طبعا قلنا الكربون أو الجرافايت يبقى كربون أو جرافايت. The Earth planet revolves around the Sun through 24 days الأرض أو كوكب الأرض يعني بيدور حوالين الشمس في 24 days طبعا قلنا 365. and quarter days. أو ممكن one year. في سنة بس طبعا يعني أحسن نخليها 365 and quarter days The mantle layer considered as a layer of molten metals طبعا ده 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 الأوتر كور The light from waves that need medium to transfer لا طبعا ده الساوند sound لأن الساوند sound طبعا من الميكانيكال <hesitation> uh, waves uh, هم اللي need a medium to transfer بيحتاجوا وسط لكي ينتشروا فيه. Uh, an object's mass equal 10 كيلو متر 10 كيلو جرام ماشي معلش uh, if you know that the Earth's gravitational acceleration is uh, 9.8 meter per second squared calculate the object's weight. طبعا سهل جدا جدا عارفين ان الويت ايكوال ماس تايمز الاكسلريشن ديو تو جرافيتي او Earth's جرافيتيشنال اكسلريشن طبعا الماس بكام الماس بـ 10 تايمز جي هو مدينا 9.8 طبعا هنحسبها على طول على الكالكوليتر هيدينا 98 نيوتن ناخد بالنا ان الويت بيتقاس بالنيوتن The Chemical Formula of Sodium Hydroxide Compound uh, الصيغة الكيميائية للصوديوم هيدروكسايد طبعاً هيبقى N-A-O-H uh, From sandstone properties that is has طبعاً coarse texture ليه ملمس خشن Space are examples of sedimentary rocks إيه من الأمثلة على الـ sedimentary rocks طبعاً قلنا الـ sandstones و الـ limestone Uh, from Insoluble Salts من الأملاح اللي لا تذوب في الماء طبعا قلنا السلفر كلورايد. Uh, cross out the ووردز uh, طبعا هنا هنخرج سلفر uh, ليه؟ لأن الباقي دول كلهم نوبل جازز. Uh, the Car Motion uh, Train Motion The Moon uh, Around the Sun Bicycle Motion طبعا The Moon Around the Sun ليه؟ لأن دي الوحيدة اللي Periodic Motion Circular Motion لكن الكار موشن والترين موشن والبايسكل موشن دول من الترانزيشنال موشن من الحركه الانتقاليه اوشن سيز ريفرز سالتي ليكس طبعا هنخرج ريفرز لان الباقي كلهم طبعا سالت ووتر مياه مالحه لكن الريفرز طبعا بيبقى فريش ووتر مياه عذبه ماربل بيسلت لايم ستون طبعا كوارتز يبقى هنخرج كوارتز ليه لان الباقي دول كلهم تايبس اوف روكس انواع من الصخور لكن الكوارتز ده من المينرالز فورمينج روكس من المعادن اللي بتكون الصخور وات هابنز وين اتوم جينز ان الكترون اور مور ديورينج ا كيميكال رياكشن هيحصل ايه لما الذره تكتسب الكترون او اكثر طبعا قلنا اتيت تشينجز انتو نيجاتيف ايون طبعا carries a number of negative charge equal to the number of gained uh, electrons وفي ولاد كمان ممكن يقولوا the number of electrons becomes greater than the number of protons ماشي يبقى ممكن نكتب it changes into negative ion uh, number of electrons greater than number of protons ماشي وطبعا it changes into a negative ion carry a number of negative charge equal to the number of uh, gained electrons uh, space gas occupies 21% of the components of the earth's atmosphere طبعا الاكسجين الاكسجين جاز واخدنا من سنة ستة هو اللي بيمثل 21% while nitrogen gas represents طبعا 78% space wave is electromagnetic waves طبعا قلنا light waves, x-rays, gamma rays, uh, ultraviolet rays, infrared, uh, radio waves uh, كل دي من electromagnetic waves but space wave is mechanical wave طبعا قلنا sound والwater waves برضو من mechanical waves the earth, the earth uh, inner core is rich in طبعا قلنا iron and nickel

رايت ذا كيميكال فورمولا فور ايتش اوف ذا فولوينج الومنيوم oxide طبعا احنا قلنا uh, ماشي نعملها هنا كده في الجنب الومنيوم uh, oxide هنا طبعا بنكتب هنا كده اي ال وهنا كده او تحت الاي ال بنكتب الفالنس بتاعها اللي هي تراي فالنت والاكسجين بنكتب الفالنس بتاعه اللي هو داي وبعد كده نعمل اكس يبقى هتكتب ال2 او3 يبقى كده الالومنيوم اوكسيد هنكتبه AL2O3 طب صوديوم كربونيت ماشي بنكتب هنا كده الصوديوم وهنا كده الكربونيت جروب اللي هي CO3 آه الصوديوم طبعاً مونو فيلنت الكربونيت جروب دي داي فيلنت بعد يعني كده هنعمل exchange هتكتب NA2 CO3 يبقى آه NA2 CO3 آه كالسيوم كلورايد كالسيوم كلورايد هنرسم هنا كده آه هنكتب هنا كده كالسيوم وهنا كده كلورين الكالسيوم ده داي الكلورين مونو فيلنت. بعد كده هنعمل لهم اكس تشينج يبقى كده هنكتب سي اي سي ال 2 بعد كده هيتكتب سي اي سي ال 2 آه ماجنيزيوم هيدروكسيد ماشي ماجنيزيوم هيدروكسيد هنكتب هنا كده ماجنيزيوم وهنا كده آه السيمبل بتاع الهيدروكسيد او OH. اتش طبعا المغنيزيوم ده دا داي فيلنت والهيدروكسيد ده مونو فيلنت بعد كده هنعمل اكس تشينج يبقى يتكتب ام جي او اتش باي 2 سهله جدا يبقى ام جي او اتش باي 2 كالكوليت آه calculate the weight of an object its mass equals 10 kg تمام gravity 9.8 طبعا عارفين ان الويت زي ما قلنا قبل كده كتير ماس تايمز الارسس جرافيتيشنال اكسلريشن طبعا الماس ب 10 تايمز الارثز جرافيتيشنال اكسلريشن 9.8 طبعا هيبقى هيدينا 98 نيوتن write the scientific term uh, an instrument which changes the electric energy to magnetic energy طبعا قلنا ده الالكترومغنت Uh, a thin non-compacted layer which covers the Earth's uh, crust طبعاً قلنا دي the soil التربة واخدينها أصلاً من سنة ستة أو من سنة خمسة uh, The number of electrons gained, lost, or even shared during a chemical reaction طبعاً قلنا ده valence اللي هو التكافؤ uh, A molten material that exists at depth beneath the crust طبعاً قلنا دي المجمة اللي بتبقى موجودة طبعاً بعمق داخل الكشرة الأرضية تحت آه. آه. يعني آه. تحت أو أسفل القشرة الأرضية. آه. But true or false the rock is formed of one mineral or آه. a group of minerals آه. آه. طبعا true. <clears throat> الصخور بتتكون من يا يعني إما آه. معدن واحد يا يعني إما آه. مجموعة من المعادن. All non-metals are bad conductors of electricity except graphite طبعا برضو true. آه. The mantle layer lies beneath آه. the earth's outer core طبعا false. اللي لايز بينيث ذا ايرثز اوتر كور كور هو الايرثز انر كور او ممكن نصحح ايرثز اوتر كور ونخليها طبعا لايز بينيث ذا ايرثز كراست يبقى ممكن نصحح ايرثز اوتر كور ونخليها بينيث ذا ايرثز كراست. ميكانيكال ويز نيد ا ميديم تو ترانسفير ثرو اه طبعا ترو. calculate the masses of reactants and products in the following reactions knowing that the mass of oxygen 16 and magnesium 24 تمام ماشي يبقى كده الرياكتنت اللي هو الليفت سايد هيبقى 2 times uh, 24 بلس uh, الاكسجين بقى 16 times 2 يبقى كده هيدينا طبعا 2 times uh, 24 48 بلس uh, 32 اللي هو طبعا 2 تايمز uh, 16 يبقى كده هيدينا 80 جرام والبرودكتس بقى اللي هو 2 ونفتح كده قوس ام جي 24 بلس الاكسجين 16 يبقى هيدينا 2 تايمز uh, 40 يبقى برده كده هيدينا 80 جرام <applause> Uh, choose the correct answer. The triple covalent bond is formed in طبعا nitrogen Uh, space is produced from conversion of limestone دي طبعاً حالنا كتير جداً marble uh, the uh, valency of ferrous is طبعاً divalent إحنا قلنا الفيرس divalent uh, divalent trivalent uh, from the periodic motion طبعاً البندلم لكن الباقي دول كلهم طبعاً uh, transitional motion Uh, correct the underlined words car brakes are from the applications of gravitational force فرامل العربيه من التطبيقات على uh, قوه الجاذبيه لا طبعا دي من التطبيقات على الفريكشن فورس uh, granite consists of uh, olivine uh, pyroxene and feldspar طبعا لا uh, البازلت هو اللي بيتكون من olivine و pyroxene و pyroxene و feldspar. يبقى ده البازلت نمبر اوف اتومز ان كالسيوم فوسفيت تمام الكالسيوم فوسفيت زي ما احنا شايفين كده احنا قلنا uh, بنعد اللي جوه القوسين دول الاول يبقى ادي كده فور اكسجين وواحده فوسفورس يبقى كده 5 وبره تايمز 2 يبقى 5 تايمز 2 هيدينا 10 ومعانا كمان 3 كالسيوم يبقى كده 13 يبقى كده طبعا بدل 10 اتومز هيبقى 13 اتومز The Earth uh, occupies the fifth position according to its distance from the Sun. لا طبعا طبقا لبعدها عن الشمس هي في الثيرد position في المركز الثالث بعدًا عن الشمس. Give a reason for the car passengers are rushed forward when the moving car stops uh, suddenly. طبعا قلنا due to inertia uh, of the passengers and the drivers. which makes them resist the sudden stopping of the car يبقى to resist the sudden stopping of the car uh, and maintain the uh, state of, uh, of motion وبيحاولوا طبعاً يحتفظوا maintain the state اوف بيحاولوا طبعا يحتفظوا بحاله الحركه رايت uh, write an example for uh, liquid metal uh, طبعا ميركوري واخدنا من الترم الاولاني سألت uh, salt dissolves in water طبعا الصوديوم كلورايد NaCl ال uh, sedimentary rock طبعا لايم uh, limestone او الساندستون

ايه هي اهميه الجاذبيه اهميه طبعا النيتروجين جاز اهميه الالكتروماجنت اهميه الفريكشن فورس طب هنقولهم كده طبعا بقى بما اننا بنراجع يعني بالتفصيل آه شويه اول حاجه ايه هي الامبورتنس بتاعت الجرافيتي آه طبعا قلنا نمبر 1 كونستانسي اند ستيت فاستنس of uh, living organisms and objects on the Earth's surface uh, سبات uh, واستقرار الكائنات الحية اللي هما living organisms and objects ويكل الأجسام on the Earth's uh, surface

ثبات الهيدروسفير بوزيشن طبعا المسطحات المائيه على سطح الارض قلنا طبعا برضو نمبر 3 كيب ذا ايرث سراوندد باي ذا اتموسفير طبعا المحافظه على الغلاف الجوي برضو للارض ده كده بالنسبه للجرافيتي نمبر آه 2 طبعا بالنسبه للنيتروجين بقى قلنا ان الامبورتنس بتاعه النيتروجين نمبر 1 ذا بلانت يوز ات تو ميك بروتين النبات بيستخدم طبعا النيتروجين عشان يعمل البروتين Uh, number two طبعاً قلنا reduces the effect of oxygen gas uh, during burning process أو uh, processes uh, طبعاً uh, بيقلل من تأثير uh, الأكسجين اثناء عمليات الاحتراق. آه طبعا آه بالنسبه بقي للالكترو ماجنت المغناطيس الكهربي طبعا قلنا it is used in making many appliances آه such as طبعا الالكتريك بيل والوينشز او الكرينز اخر حاجة بقى بالنسبة للفريكشن فورس قلنا برضو واخدينها من سنة خمسة الفريكشن فورس طبعا اسهل حاجة هيل ان بيرنينج اماتش بتساعد طبعا في اشتعال عود الكبريت نمبر 2 طبعا اه قلنا بريفنت فيت فروم سليفنج داون during ووكينج طبعا اه بتمنع الرجل انها تتزحلق طبعا اثناء المشي نمبر uh, 3 uh, برضو هيل ان ستارتنج اند ستوبنج ذا كار موفمنت او ذا كار موشن بتساعد طبعا في بدايه وتوقف uh, حركه السياره او حركه السيارات يعني ان جنرال Uh, what happens when an atom loses uh, one electron or more uh, ماذا يحدث لما الذره هتفقد الكترون او اكثر طبعا قلنا it changes into a positive ion carry a number of positive charges equal to the number of lost electrons طبعا هتحول الى ايون موجب بيحمل عدد من الشحنات الموجبه بيساوي عدد الالكترونات المفقوده